لأن ربنا مش خالقنا يبقى لينا كينونة خاصة بينا. هشوف مشيئة ربنا في البزنس اللي أنا بعمله. ناس كتير يعني أيها مش خالقني علشان أعيش لنفسي وبذاتي والله يكون وسيلة ينجح البزنس. للأسف ده يعني مش عايز أقول الأكتر أو المهم ناس كتير كده. هو مش عايزني أنجح في حلم إنما كحلم. هو مش عايزني الله كامل الحكمة مش عايزني أنجح في حلم، هو عايزني أبقى عضو فيه يكون هو الراس، أنا أبقى نكرة. مش فاهمين فكرة ينكر ذات نروح نطلب نفهمها من الله. من أضاع نفسه من أجلي أنا ما سمعتهاش في وعظة، ما سمعتهاش في كتاب، حتى في وادي النطرون وبستان يعني يمكن أهو بيلمحوا بس احنا شفناها في القديسين متعاشة، لكن حاليا ما فيش حد بيعلم إزاي ننكر ذاتنا نوضع نفسه. من أضاع نفسه إزاي أضيع نفسي، زي ما ربنا قال لي لازم تبقى شحات، لازم تنام في الشارع، لازم إزاي يا رب؟ ما هو قال لي هو كده، وتروح هنا وترجع هنا وتروح أسوان وتيجي الأسر وترجع مصر وتنام على الأسفلت في الشارع أو في القاهرة وتروح تشتغل إزاي يا رب؟ أمال يا ابني أمال العضو إزاي؟ ده بالعكس إزاي أنت مش فاهم؟ ما زمان مش فاهم، أنا من 20 ولا من ما كنتش فاهم. قال لي طب ما أنا عملت كده يا ابني من دولة لدولة، أيوة من فلسطين ومن إسرائيل انزل مصر، روح الصعيد من القاهرة للمنيا لأسيوط، طب ارجع تاني. هيغلب ربنا يعني يخفي المسيح؟ ولا أصلا الموضوع قصة هيرودس ما كانش يبقى فيه موضوع قصة أصلا، يعني القصة ما كانش تبقى موجودة، عادي خلاص يحط في مخه يغير مخه. لا ده هو المشكلة مش في هيرودس، المشكلة مش في هيرودس ولا في هارون ولا في يهوذا يهود. لا لا لا، هي خطة لكل إنسان إزاي يعبر وإزاي يوصل لمرحلة واستخدم الأمامير الحلوين زي مرات فوتيفار الزوق الرقيقة بنت الناس المؤدبة اللي بتتكلم عن حاجات المؤدبة ودينا اللي طلعت تتفرج على الرجالة. هو بيستخدم المشكلة مش في دينا ولا في زوجة فوتيفار، هو عامل خطة ولا في هيرودس، هو في خطة علشان زي بيعديني من بوابات عشان يتحقق فيها تموت الذات، تموت المشيئة، تموت الذات، تموت المشيئة. لما يسكت يوسف كان لازم يجيب واحد زي بطرس، كان لازم يجيب واحدة جارية يشوف نفسه. لكن الحياة كلها بسم الله والابن والروح القدس كريلايسون هيتن فرس فيها، مش فاهم حاجة. كنت في ابتدائي وعدادي بقول طب ايه وبعدين، ما مش فاهم حاجة في ايه، كل ما اسأل واحد بيشهب بتشهقه ليه؟ انت تعمل كده وبس، ماشي هعمل بس فين الطريق؟ هو ده الطريق، بس انا مفعول به. بتقول ايه ليه مفعول به؟ انا ما عملتش حاجه، انا واقف ابونا بيصلي ومش غلط، بس المسيح عاش غير كده خالص والقديسين عاشوا غير كده خالص، هربوا بنات وعدوا بحار وجم والمسيح طلع البريه. هو فين قرب ايه وطريق قرب ايه وباب ضيق ايه؟ الكنيسة أول الشارع بروحها وارجع، أنا فين اللاموت ولا فين الصليب؟ فين المحرقة؟ فين رماد المذبح؟ أبونا بيقول لي كل ده رموز أطردوا حياة القديسين، قال عشان هم قديسين. لا هنا في ضرب بقى، هنا في ضرب. يعني إيه عشان هم قديسين؟ موسى الأسود كان قديس، مريم المصرية، أفادوكسية، بلاجيا كانوا راقصات. أفادوكسية كانت أشهر رقصة في وقتها. من ليه ما قرناش تاريخ الكنيسة المرجع الأصلي مش الكتاب التاريخ؟ طيب التاريخ قال إيه؟ أهل نينوى هيدينوا هذا الجيل ليه؟ ما كانوا أشرار. موسى الأسود كان إيه؟ رئيس عصابة. أيوة عمل كده ليه؟ برضو راح أول الشارع الكنيسة ورجع تاني وخلاص، وعاش في تبات ونبات واتجوز، وماريا المصرية وأفادوكسية وبلاجيا عملوا كده. هربوا ليه؟ إلاريا هربت ليه؟ سابت أبوها ماكسيموس وديماديوس أبوهم من الحزن مات. في حاجة مش ممكن، في سر كانش ممكن يتحقق غير باللي هم عملوه. اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، روح آخر الشارع وقف مصطفى من الناس وكرياسون هو ده، اجتهدوا من الباب ادخلوا من الباب الضيق. ما بالمنطق مش ممكن، الكلام مش معقول، مش مقبول، لأن كثيرون أرادوا ولم يقدروا. مش معقول بيتكلم عن أن روح الكنيسة وارجع
وابونا يوشه يحمر ويصفر ويقول لي طيب نجاهد. قلت له احكي لي الحكايه من الاول، هو مش عارف غلبان. نجاهد في موضوع، في خريطه، في فلك بيتبني 100 سنه، وفي سفر لمصر ورجوع لمصر، في هروب من مصر وفي هروب الى مصر. قال لا ناخد الامور ببساطه. هم هربوا من مصر في العهد القديم وهربوا من فرعون وطلعوا منها، وفي العهد الجديد راح مصر. حد يحل لي اللغز، ايه ال 12 اساس وايه ال الفلك، ولازم 30 متر ولا زراع ولا 50 زراع؟ انا مش فاهم حاجه. أتاري سيصير الجميع متعلمين من الله. فالله ما خلقناش عشان أنجح في حلم، لا، هو خلقنا عشان هو يكون الراس وأنا أنكر ذاتي عشان أبقى في كينونة الله. فالفلك هو الرجوع الإنسان لجنة الله مرة تانية. الفلك هو بيعزلني عن العالم، أنا وبهائمي. ما أنا جوايا بهايم، بقرة وجاموسة وحمر وما شاء الله، بهايم وبرأس وفران وكله كله كله، فبيجمعني ويلمني. فالله ما خلقناش عشان أنجح في حلم، لا، هو خلقنا عشان هو يكون الراس وأنا أنكر ذاتي عشان أبقى في كينونة الله. فالفلك هو الرجوع الإنسان لجنة الله مرة تانية. الفلك هو بيعزلني عن العالم، أنا وبهائمي. ما أنا جوايا بهايم، بقرة وجاموسة وحمر وما شاء الله، بهايم وبرأس وفران وكله كله كله، فبيجمعني ويلمني. كنت أتمنى حد يقول لي كده. وحطني وبيعبر بي من زمن لزمن، من تحت جلد لفوق جلد، عالم تاني، حياة. اللي هي الحياة هي المسيح، أنا بدخل حياة تانية. أنتم لستم من هذا العالم، يبقى إذن بخرج من عالم لعالم تاني، زي واحد بيموت. أولاد ربنا ناجحين، لما واحد بيموت من حياة، ده اللي ده تعليم المسيح ليا، تعليمي ليس لي. فلما قال لي لما أنت بتموت بيحصل إيه؟ قلت له أنا بسيب كله، قال لي حتى جسدك، قلت له أيوه، قال لي هما ده اللي فهموه. وحطني وبيعبر بي من زمن لزمن، من تحت جلد لفوق جلد، عالم تاني، حياة. اللي هي الحياة هي المسيح، أنا بدخل حياة تانية. أنتم لستم من هذا العالم، يبقى إذن بخرج من عالم لعالم تاني، زي واحد بيموت. أولاد ربنا ناجحين، لما واحد بيموت من حياة، ده تعليم المسيح ليا، تعليمي ليس لي. فلما قال لي لما أنت بتموت بيحصل إيه؟ قلت له أنا بسيب كله، قال لي حتى جسدك، قلت له أيوه، قال لي هما ده اللي فهموه. الموت يعمل فينا مش موقف، ومن أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. الموت يعمل فينا، أيوه، لازم تعدي من حياة لحياة، زي بوابة الزمن في الأفلام بتاعة الخيال العلمي، ده صح. نوح عبر بيه ربنا من بوابة الزمن، من عالم لعالم، إلى ريا ابنة الملك زنون، أن سيمون، ماكسيموس، وديمديوس، أم بكراس، أم بنوفر الساعة، أم ببيجيم الساعة، كلهم أمراء وملوك ماتوا بإرادتهم عن الحياة اللي قبل كده، اللي كان فيها أبوهم وأمهم، علشان يبقوا صحيح نسل مرأة، وهيظلوا نسل مرأة بالجسد ده، بس عشان يسحقوا رأس الحية لازم يتولدوا ولادة تانية، ولدوا من، مش بقى من مشيئة جسد، لا لا، اتولدوا من الله، وفهموا فكرة العضوية ان من غير عقله زي ما، ويكون الله عقله بس. ده هو النقلة من انا كينونة لي عقل وبالجسد، بحب الملوخية والتقلية والرز، وي 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 وي، لعضوية يكون الله هو الراس هو اللي يتحكم. انا نكرة، انا نكرة. اللي عاشها فهمها، بس لما المسيح قال لي لا تقعد تنام على أسفلت إيه تقعد على الرصيف، مش فاهم. قال لي بدل ما تقعد 100 سنة في مكان تصوم وتصلي، هي بس كده أسبوع ولا شهر، ده اللي حصل فعلا. أنا بتلاشى، أنا أيوة. قال لي هو ده المرض، ده عيسو اللي جواك، ما انت بتقول انا، ايوه، ما هو مش عايزك تبقى انت، ما تبقاش انت، انا دي تتلاشى، تفنى.
عايزها تفنى. وانت في الصحراء بتصلي 1000 سنة ممكن ما تاخدش بالك من انا ايوه. كل شوية ما يعدي علي حد يفتكرني شحات اقول انا ايوه، ربنا يقول لي ايوه ايوه. في مراية قدامي والحمار طلع ظهر، انا ايوه ده الحمار، ده الطور، ده كل الحيوانات اللي في الفلك، انا ايوه. اقعد نهق كده على شويه، ربنا يقول ايوه نهق كده لغايه لما تقتنع انك انت بهيمه. بس انا عايزك تبقى بهيمه عندي بدل ما كنت تبقى بهيمه عند فرعون. بقى ما انت كده كده بهيمه، قلت اصع بدل ما انت تبقى بهيمه عند فرعون، لا صرت كبهيمه عندك. بس انا انا ايوه انت، معلش ده انا ايوه انت ايه، واخد من قط في اوروبا. ايوه ده انا جدي كان ايوه. لا ما ينفعش يا حبيبي العضويه فيا، لا جدك ولا ابوك ولا كنت، ما ينفعش. طالما كنت يبقى انت لسه، بس كويس انك اكتشفت الحقيقه. فبداية التعليم اللي علمه لي ربنا الفلك انك انت بتعبر ببهائمك من عالم لعالم، ده ادق رمز يعني في الكتاب المقدس. لان طول ما انا لسه في الانسان العتيق انا بقود نفسي، انا لسه في بحر العالم، انا يعني فادق واول رمز للجسد والروح والعبور هو الفلك. وعيسو ويعقوب، طول ما أنا لسه في الإنسان العتيق أنا بقود نفسي، أنا لسه في بحر العالم، أنا يعني فأدق وأول رمز للجسد والروح والعبور هو الفلك. وعيسو ويعقوب، أدق رمز حسب التعليم اللي ربنا علموني الفلك، أنا بعبر بالبهائم اللي جوايا، وعيسو ويعقوب لازم أهرب من نفسي. الفلك انا بعبر بالبهائم اللي جوايا، وعيسو ويعقوب لازم اهرب من نفسي. ده اللي بيعمله ربنا في نفس المكان، مش يعني ههرب هروح للاوضه الثانيه. الموضوع صعب لان جوايا عيسو حقيقي، مش هنقدر نهرب من جسدنا زي ما هرب يعقوب من عيسو. لكن هو رمز ان لازم اعيش الحقيقه، عايز اعيش حقيقته، ده ان لازم نتغرب عن هذا الجسد لنستوطن في الرب، ونحن مستوطنون في الجسد غرباء عن الله. اللي بيحللوا نفسهم نعمل وناكل رز وماله، واللي مش عارف ايه، والراجل ما يسيبش مراته وجسد واحد، هو قال صلوا كل حين مش عاشر مراتك كل حين، او قال صلوا بين انقطاع مش عاشر مراتك. ده حزن ايه اللي جوه مجموعه تحت، وفين الميت؟ في ميت قاعد مع مراته بياكل، قاعد مع مراته بياكل. صلوا بلا انقطاع مش عاشر مراتك وكله رز بملوخيه بلا انقطاع. ما فيش عذر ان واحد ما فهمش، ما فيش عذر ان واحد ما سالش، ما فيش عذر ان واحد ما تحولش ما تغيرش، ما فيش عذر ان ما فهمش حياه المسيح وما عاشاش. مش عذر، مش عذر، محدش هينفع حد. ناس قالوا لي انت فاهم غلط، قلت لهم افهم انت زي ما تفهم، افهم زي ما انت عايز تفهم. ده اللي خلى الموضوع صعب، ان عيسو جوه يعقوب، يعني انا جوايا العتيق، ده اللي خلى الطريق صعب جدا. وما اضيق الباب. ففلك نوح فعلا أدق وصف إن الإنسان بكل عواطفه ووجدانه، وزوجة نوح ما كان متجوز، ما وزوجتي وأولادي بكل كياني كل جوارحي، يعني زوجته هي الجسد، أولاده هي ثمر الجسد، البهايم الطبع العتيق، الإنسان العتيق بكل صفاته، فكل ده جوانا. وبيقول لنا بعد كده إن سيحام سيحام حام فندي هيظل بعد كده أبويا عريان أبويا عريان. فهيقول لنا معلش انتبه، خد بالك، مش معنى أنك عبرت، مش معنى أنك أنت وصلت، مش معنى كده انتصرت أن حام مات. لا، موجود جواك لسه، في حاجة ضد جواك، أو أن انتبه فوق كل تحفظ،
إن ممكن يطلع حام تاني، ممكن، فخليك منتبه باستمرار. يعني كان قصد ربنا كده. فونحن مستوطنين في الجسد، الكتاب بيقول كده، ونحن مستوطنين في الجسد غرباء عن الله. في ناس مش شايفة أنها مستوطنة في الجسد، ده مش عذر. واللي مستوطن في الجسد هو ما تولدش بالروح بعد، هو لسه يعني ما تولدش من جديد، ما تولدش، ما بقاش خليقة تانية، ما عبرش من بوابة الزمن، ما عبرش. فكل أعماله اللي مستوطن في الجسد، كل أعماله من مشيئة الإنسان العتيق، مش بقيادة الروح. دي برضو مش محتاجة ذكاء، طالما أنت عندك عقل ما أنقدت ذاتك، أنت بتعمل الحاجة بعقلك. يعني أنت مش عضو في المسيح، فما تخدعش روحك، بتتناول كويس لمغفرة الخطايا، لكن العضوية، عشان أوصل للعضوية الهدف إيه؟ ما أنا لازم أحتاج مغفرة خطايا، محتاج كل حاجة، بس فين العرض وفين الطول وفين العمق والعلو؟ ما فهمتش وما سألتش، دي مشكلتك. فلما نتغير عن نتغير تغير كامل، يعني التغير الكامل هو التغرب الكامل. عشان نتغير، عشان نتغير لازم نتغرب، نتغرب عن هذا الجسد. يعني نتغرب عن هذا، نتغرب عن قيادتنا لنفسنا، قيادة ذاتنا، نتغرب عن نفسنا وذاتنا. التغير الكامل هو التغرب الكامل. عشان نتغير، عشان نتغير لازم نتغرب، نتغرب عن هذا الجسد. يعني نتغرب عن هذا، نتغرب عن قيادتنا لنفسنا، قيادة ذاتنا، نتغرب عن نفسنا وذاتنا. التغير الكامل هو التغرب الكامل. عشان نتغير، عشان نتغير لازم نتغرب، نتغرب عن هذا الجسد. يعني نتغرب عن هذا، نتغرب عن قيادتنا لنفسنا، قيادة ذاتنا، نتغرب عن نفسنا وذاتنا. نقول لنفسنا لا يا رب، انت اقتحم الذات، انت قدنا، انا عايز اوقف مخي، دوس على الزرار يا رب، وقف عقلي، وقف ذاتي عن قيادة جسدي، عن قيادة نفسي كلها. عقلي كان شغال تعبني، حتى لو أنا نقي، حتى لو أنا بعملش خطية زي أيوب، لكن عقلي هو اللي كان بيقود نفسي، كان بيقود كياني، وما كنتش صادق مع نفسي. أول كلمة قالها ربنا لأيوب لما كلمه عاتبه، قال له أقف، شد نفسك كرجل، أقف كلمني عشان أوريك نفسي. يعني أنا مش هكلم أطفال، إحنا مش بندادي، إحنا مش في حضانة، أقف زي الراجل وكلمني، افهم نفسك، أعرف نفسك وخليك كبير، أنضج وابقى راجل، افهم أن أنت كنت بتسمع عني، افهم أن أنت كنت إله نفسك، إله ذاتك، صحيح عفيف عفة كاملة، صحيح نقي، لا تفعل السلبيات، بس أنا مش خلقك علشان لا تفعل السلبيات. فين اللي بنيته؟ فين اللي نما فيك؟ فين الروح اللي نما فيك؟ فين الهدف أصلا؟ الهدف تبقى عضو فيا، ده بقيادة، بقيادتي أنا. فين البداية؟ ده أنت حتى ما سألتش تبدأ. فلما نتغرب عن قيادة الجسد بس، ونوقف العقل، وده بسلطان الله، بقوة الله، ينفصل الإنسان زي انفصال يعقوب تماما عن عيسو، بفهم ان الله هو اللي خلقنا، وخلقنا ليه هو بس، وخلقنا مش عشان الانسان يقود نفسه بنفسه، خلقنا عشان هو اللي يقودنا، ما خلقناش عشان نقود ذاتنا بذاتنا ونقود نفسنا بعقلنا العتيق القديم، لا. يبقى هيظل الحيوان، هيظل انا، ما يفرقش بيني وبين اي حيوان، هظل انا، ما فيش فرق بين الطور، وإن كان الطور هيفهم أكتر زي ما ربنا قال في أشعياء، مش هيفرق بينه وبين الحمار، وإن كان الحمار هيبقى أوفى أكتر. فاللي يميز الإنسان عن أي مخلوق تاني إن اتخلق على صورة الله، يعني اتخلق عشان يصير صورة الله، لأجل أن يصير صورة الله. و ده مش هيحصل غير لو بدأ يقوده الله، يطلب قيادة روح الله. ده لو تنازل عن عبادة ذاته، يتنازل الإنسان زي ما ورنا في المسيح نفسه. فأي إنسان مش عايش
ومش بيسلك زي ما سلك يسوع الإنسان، أي إنسان أي إنسان لا يسلك كما سلك المسيح، إنه كان بيقتاد بالروح وينمو ويتقوى في الروح وينمو في القامة والحكمة والنعمة. هو مش في الصورة اللي خلق الله الإنسان من أجلها، هو مش في الصورة ومش في الطريق، وهو لا يعبد الله، لأنه أنتم عبيد للذي تطيعون. لازم كل واحد يقنع روحه كده، طالما هو مش عايش وبيسلك كما سلك المسيح، طالما هو مش عايش زي ما يسوع الإنسان الناصري كان عايش، طالما مش عايش الإنجيل، يعني طالما مش عايش نفس الحياة نفس النمو نفس قيادة الروح اللي ورهنا في العذراء ويوسف النجار والمسيح، طالما هو مش عايش الإنجيل، طالما مش عايش زي ما المسيح عايش، هو مش مسيحي ولا يعبد الله وما دخلش عهد قديم، هو لم يبدأ. وكل الطقوس هي مجرد ممارسات معمودية، ولا فين التغيير؟ لأن فين التغيير؟ لو في قيادة روح هيبقى في نمو روح وفي بداية خليقة جديدة. فين العقل؟ عقل عيسو لسه الحيوان هو اللي بيقود الإنسان. الصوت صوت يعقوب، بس الجسم جسم عيسو. انت لسه عيسو الحيوان، مسكه وشاف انه مسك قطة ولا مسك قرد، حيوان، حيوان منقاد من غريزته، حيوان منقاد من بهمته. ده مش هيزعل ربنا، بس فين البداية؟ فين البداية الصح؟ الناموس الآخر بيحارب لسه ناموس ذهني، هعمل زي ايوه ايه فايدة قوة زي شمشون ونام على رجل دليلة، هو في ايه؟ هو ايه في ايه؟ ده منظر، ده مش خطية؟ ماشي مش خطية، فين الهدف اللي اتحقق؟ مش خطية نتجوز، اتجوز، فين الهدف اللي حققته؟ فين الصورة فين الخليقة الجديدة؟ المخلوق على صورة الله زي ما قال في أفسس، فين المخلوق على صورة الله؟ مختتلين ختان غير مصنوع بيد بشرية. فين اللي قال، فين الكلام اللي قاله ربنا في كلوسي اللي هي أمور فظيعة وفي فليبي؟ فين الكلام ده؟ ليحل المسيح بالإيمان فيك وأنتم متأسسون ومتأصلون فين؟ حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض وما هو الطول وما هو العمق وما هو العلو، فين؟ لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله فتصلوا لإنسان كامل إلى قياس قامة من المسيح، والكمال هيبقى فيه هو. ده ما أبقى من غير عقل الصباع كامل بيه، هبقى كامل فيه. فين ده؟ تزاحم الولدان في بطنها، احنا بيتزاحموا وممكن نظل نعيش ونموت بتزاحم الولدان. فالفكرة نفسها مش متعلمة، الفكرة مش بينادى بيها، لا يعلم، لا تعلم ان هو ازاي انا لا اصير انا بعد، انا احيا لانا، انا ما بقاش انا. يعني ايه؟ يعني لا اقود نفسي بعقلي بذاتي بذكائي، لا أقود نفسي بنفسي، لا أقود نفسي بعقلي ولا بذاتي ولا بجسدي ولا ببطني، على بطنك 90 ما مش عايش عشان كده، ده أنا بقود كل جسمي. للأسف التعليم ده مش بيعلم ازاي اتحول من انسان حيواني كنت بقود نفسي بنفسي وبالغرائز بتاعتي، ازاي اعبر في الفلك وادخل من عالم لعالم وحياه لحياه اللي في المسيح خليقه جديده، ازاي ابقى خليقه جديده كما في ازاي اعيش كما في السماء في جنه مغلقه؟ فين ده؟ ده اللي شفناه في المسيح وفي كل القديسين التائهين في البراري، عشان كده مفيش عذر. انا لو من جوايا صادق مع نفسي الله يفتح ذهني، زي ما مكتوب فتح ذهنهم، واضحة جدا في أهل نينوى. فإزاي وأنا حيوان أعتقد أن أنا بقيت عضو في المسيح عشان بمارس طقس؟ أنا لسه طبيعتي حيوان، حيوان مش قادر أتحكم في نفسي ولا في أعضائي ولا في... إزاي في 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 ناموس آخر في أعضائي بيحارب ناموس ذهني؟ لأن الله لسه مش الرأس. أيوه في صراع في النص، في لكن أبقى فاهم من البداية للنهاية وبقى متأكد أن في روح بتنمو فيا. الله خارج الزمن، وعشان أبقى عضو فيه الله روح وخارج الزمن، ينفع يبقى في كينونة الله سحلية برص
في أمريكا الوقت بيعملوا أكل وحلويات بالصراصير والبتاع ده. فينفع ينفع في كينونة الله يبقى فيه حشرة؟ ينفع في عضو في الله زي أي عضو فينا؟ ما ليه ربنا خلقنا بالكيفية دي؟ ينفع يبقى ليه راس يتحرك؟ ينفع القلب لوحده كده والكبد؟ الكبد ليه راس؟ تخيلوا فجأة واحدة الكبد صار ليه راس وبيتحكم وبيمشي ماشي رايح فين؟ أهو هتجوز أشوف نفسي وأولاد ربنا ناجحين هعمل بيزنس. لو شفناه فيلم ده نقول إيه؟ هيبقى فيلم رعب. الكبد ماشي لوحده والبنكرياس ماشي لوحده والقلب ماشي وكل عقل الصباع ماشي لوحده وتتعبين بقى وكل شعرية ماشية لوحدها. ايه المنظر؟ احنا كده السماء شايفانا كده كل شعرية ماشية لوحدها. ايه اولاد ربنا ناجحين؟ لا اولاد ربنا ناكرين ذاتهم ومن غير ذات ووضعين نفسهم ان اضاع نفسه. مش فاهم دي مشكلتك انت. بسمعناش حد قلبه فكر يعمل حاجة من ذاته. بسمعناش حد في التاريخ الكبد فكر حاجة من ذاته. بسمعناش صباع بإيكانت هنبقى دود مش أكتر. علمونا كده أولاد ربنا ناجحين يعني إيه؟ صباع ناجح لوحده، ضافر ناجح لوحده، بيعمل بيزنس لوحده، صباع عامل بيزنس لوحده. للدرجة دي احنا يعني مغيبين للدرجة دي؟ ده فوق كل تحفظ ربنا بيورينا أدق بعد عبور رهيب من نوح لسه حما فاندي فرفر فاندي بعد ما هيرودس مات برضو النفس بقت دقيقة خايفة برضو. ما هو ممكن يطلع لنا هيرودس تاني، ما ممكن يطلع ملك تاني. فاحنا كيانين في 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 جسم واحد عيسو ويعقوب. ف دون ان ندري منقادين من عيسو، دون ان ندري لازم نعرف ان لازم نفرق كتفرقه ان اتنين كيانين حقيقي. الناموس روحي اما انا في جسدي. كام واحد قادر يفرق ان هو اتنين كيانين فعلا طبعتين؟ مين اللي حس الاحساس ده؟ ما ينفعش يعقوب يقول أنا عيسو، ما ينفعش عيسو يقول أنا يعقوب. دول كيانين فعلا مختلفين. احنا مش حاسين بالحكاية دي، احنا بنقول اهو مجازيا كده أعضاء في جسمه، احنا بناكل جسده، احنا بنقولها كده وخلاص، بنقول أولاد الله. لا أنا لازم أعرف أفرق، لازم أكون حاسس أن كنت عيسو في يوم من الأيام، لازم أعرف أفرق، لازم أكون أعي إن أنا كنت عيسو في يوم من الأيام والنهاردة بقيت يعقوب. لازم أعرف إن أنا هربان كيان من كيان تاني، لازم أبقى حاسس الإحساس ده، لازم أكون حاسس إن كنت عيسو في يوم من الأيام، لازم أعرف أفرق، لازم أكون أعي إن أنا كنت عيسو في يوم من الأيام والنهاردة بقيت يعقوب. لازم أعرف إن أنا هربان كيان من كيان تاني، لازم أبقى حاسس الإحساس ده، لازم أكون حاسس إن كنت عيسو في يوم من الأيام، لازم أعرف أفرق، لازم أكون أعي إن أنا كنت عيسو في يوم من الأيام والنهاردة بقيت يعقوب. لازم أعرف إن أنا هربان كيان من كيان تاني، لازم أبقى حاسس الإحساس ده. مش عشان أخذ البركة أقول لما أنا عيسو، يعني أنت عيسو إيه؟ عايز تبقى حيوان مبسوط قوي؟ أنا عيسو ابنك. طب ما عيسو حيوان، أنا القرد ابنك. عشان إيه يعني؟ إسحاق يقبلني؟ إسحاق لسه بيحب عيسو، لأن الإنسان في باطنه بيحب الحيوان القرد ولا القطة ولا. فأنا القديم بيحب نفسه زي ما إسحاق كان بيحب عيسو. ياريت كانوا يقولوا لنا كده زي. أنا القديم جوايا في باطني أنا بحب نفسي، بحب زي ما. بس ايه نوع المحبه؟ ما يهوذا قبل المسيح. ايه نوع القبله؟ واسحاق قبل عيسو. ايه قاعدين في اسطبل بهايم؟ لا صادق يا يهوذا بتقبل المسيح، حكيمه من الناس الحكيمه.
وقبل إسحاق عيسو، يعني إيه ببوس رأس حمار رأس عجل؟ فين فكر المسيح وصورة المسيح المولود من الله لا يخطئ؟ فين الكلام ده؟ فين الطريق؟ فين فكر الله؟ فين المسيح التاني؟ شخص لازم أبقى مسيح تاني، هو فين الخليقة الجديدة؟ نرجع نشوف قبل ما الأيام تنتهي النموذج اللي ربنا ورهنا اللي هو شخص المسيح، نشوف الهيكل، المدينة اللي نازلة من السماء مهيئة كعروس لعرسها اللي على 12 أساس. نفتح الكتاب ونشوف إيه الصورة اللي ربنا عايزنا فيها من بداية الكتاب المقدس الفلك لغاية الآخر لصح الأخير، مدينة من السماء نازلة مزينة بكل حجر كريم يشبه ياقوت أصفر وأحمر وإسمنجوني وجماشت وعقيق. نفهم، نطلب من ربنا نفهم، مزينة بكل حجر، والحجر تكلمنا عن الحجارة والأساسات، لازم يبقى فيه أساس الضغط 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 لغاية لما تحول من رملة للسوليتير أو لحجر كريم أو ياقوت أو حاجة ليها وجود وقيمة وغنى. فالله ده الخليقة المخلوق الجديد الروحي. فين الهدف؟ مش فين الغلط اللي بنعمله، هو فين الهدف؟ فين القانون اللي بنقيس بيه؟ قانون الحق، حق الله، هدف الله، هدف الله من الخلق ضاع. ضاع يعني ضاع. ايه فايدة القوة بتاعت شمشون وهو اخلعه خلع عينيه ودعوا شمشون يلعب لنا؟ إيه دي صورة؟ دي احنا بنلعب؟ احنا بنلعب فعلا حقيقة؟ احنا بنلعب مع كل القوة دي؟ يعني يا خسارة وميت خسارة. عايش كام سنة يهوذا مع المسيح وبيبوسه وبيقبله، وشمشون مع القوة دي سنين طويلة عشان ينام على رجل واحدة بنت. ايه ده؟ ده اسمه ايه ده؟ لقمة؟ بعد اللقمة دخله الشيطان، لقمة القاضي دي ولا لقمة ايه؟ بعد اللقمة، بعد القطمة فانفتحت اعينهما وعرف ادم انه حواء. لقمة ايه يا ابن القطمة؟ ايه اللي انت عايز تاكلها؟ شبع ايه اللي انت قطمة؟ قطمة مش مكسوف الخليقة البشرية كلها تتهلك وتتخرب؟ طبعا ده مش عذر، كل انسان ليه حرية. علشان قطمة ولا عشان لقمة؟ وبعد اللقمة دخله الشيطان. الشيطان ايه اللي دخله؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ الشيطان ايه ولقمة ايه؟ ليه يكون هدفي لقمة؟ ليه يكون هدفي قطمة؟ ليه قطمة؟ ماشي، وبعد القطمة قطمت تاني، وبعد ما عشت القطمة التانية عشت بسلام وقعد مع ابويا وامي وفي حضن امي ودليلة هي أمي، فين الهدف وفين النموذج اللي ربنا جه ورهن؟ أكبر برهان إن احنا مش عايشين بالروح، بروح الله نفسه، يعني إن احنا لسه بذاتنا ولسه بعقلنا. يعني ده أنا من ثانوي لما كنت بتكلم عن سير الأباء سواح، أب كهني يقول لي إيه الكلام الفارغ ده؟ أنت بقيت كده بتشت كده اللحن بشت عشان ماشي ما أنا عايز نموذج حقيقي. بشت بقول له فين الهدف؟ الهدف اللي خلقنا الله من أجله. فين التغيير اللي احنا اتغيرته؟ أنا غلطان. طب فين الثمر؟ من الثمر تعرف الشجرة. يعني أنا من الأدب مكسوف أقول له فين الشجرة؟ فين الثمر؟ أنا مش شايف فيك برهان روح من البداية. أنا عايز أشوف في المسيح تاني. أنت حضرتك ما تأخذنيش مع احترامي وحذائك فوق راسي، بس أنت مش مسيح تاني. بعد السنين دي كلها شعرك أبيض، بس مش مسيح تاني. أنا مش شايف المسيح، أنا مش شايفه. ما بترشمش الصليب ليه؟ قلت له احنا ضعنا. الحرف يقتل. هو الموضوع مش ايه هو الصليب، ايه هو القيامة، ايه هو الفلك. الموضوع مش الحرف يقتل. لو انا تشبست بحاجة حرفية، فين الروح وحياة؟ انا مش هنفعك وحضرتك مش هتنفعني. زي أب راهب قالوا لي بركة، وهو فعلا بركة وملاك وجاي من عارف ايه، والبحر الأحمر والبحر الأخضر. وأول ما دخل ده موقف يعني حصل بقى ما عرفش من 15 سنة، قال لي فين الشرق هنا؟ قلت له مش عارف. قال لي قلت له من وقت ما اتولدت أنا جالي رعب كده كله بيشهق. قلت له ما عرفش. قال لي وفين المخدع بتاعك؟ قلت له مخدع أنا عايش لوحدي. قال لي لا، لازم يبقى في مكان وفي صورة عذراء وفي وتناولت آخر مرة. فين المسيح عاش إزاي؟ قلت له هو المسيح عاش إزاي؟ قال لي يعني المسيح عاش إزاي؟ قلت له يعني المسيح عاش ازاي؟ المسيح عاش ازاي؟ كان حاطط صورة العذراء في البرية،
قال لا لا ده حاجة وده حاجة. قلت له ده حاجة وده حاجة. كل القديسين اللي مكتوب عنهم تائهين في البراري كانوا بيصلوا فين وكانوا حاطين ايه؟ قال لي ده حاجة وده حاجة. قلت له برضو دي مسرحية. قلت له لا أنا ماسك روحي ومؤدب يعني ساعات بصراحة يعني بقلب يعني. بقول له لا أنا مؤدب طول حياتي بس يعني بصراحة كل حاجة ليها حدود. في حاجة اسمها دي حاجة وده حاجة. ايه هو اللي حاجة؟ انت بتتكلم عن ايه يا ابونا؟ المسيح عاش ازاي والقديسين عاشوا ازاي؟ تأهين في البراري جابوا صور ولا لازم تتحط ايقونة العذراء ولازم اللازمة جبتها منين؟ القانون اللازمة جبته منين؟ هو مش عارف شماله من يمينه. قلت له حضرتك بتقول لازم جبت منين لازم؟ قال لي عشان لازم. قلت له جبتها منين؟ هات الاصل. هو ما حدش هو مش عارف. الناس مش عارفه. الناس مش لاقيه عقلها اصلا. هي مش عارفه بتقول كده ليه. هي مش عارفه اصلا هي فين. لازم يتحط. ايوه لازم جبت منين لازم؟ لازم اسلك كما سلك المسيح. قلت له طب استنى ستوب مش علشان لاقي واحد زوق ابن ناس. لا لازم تعيش كما سلك المسيح. لازم تعيش الانجيل. لازم تسلك كما سلك كل القديسين والاباء واللي في منهج وفي قانون. لازم تعيش القانون. انت عملت قانون لنفسك. انت جاي من الحبشه ماشي بقانون حبشي. انت جاي من البحر الاحمر عايش بقانون. انت جاي من عند الانبو فلان كلهم حذاءهم فوق راسك. بس صارت لنا قوانين تانية. المهم وصلت لفين وحضرتك معدي سن 60؟ واقفين لنتقدم للكمال تاركين البدايه. لا واقفين عند البدايه. يعطى المغفره الخطايا. فين الكمال؟ مفيش. فما فيش حد هينفع حد. ما فيش نمو روحي. ما فيش ضياع للنفس. ما فيش الشروط. ما فيش عيسو. ما فيش فلك. ما الكتاب محكي لمين؟ للناس اللي في السماء. لا محكي لينا احنا اهل نينوى سيدين هذا الجيل. ليه؟ لانه برهان. شفنا ناس صادقة فتحوا الباب دخل المسيح غير حياتهم. فاحنا شفنا التغيير. لكن البرهان ان انا بروح مبنى الكنيسه وبرجع بالجسد. طب انا بالجسد. عيسو اللي كان بيروح وقال هالي كتير ربنا في الرؤى في شخصيه ليا انا. قال لي ده عيسو اللي كان بيروح الكنيسه زمان. وانت ما كنتش متغرب عن عيسو. انت وهو كنت واحد. انت ما كنتش عارف انت يعقوب ولا عيسو اصلا. فازاي ازاي ازاي بذره ميته تتحول تبقى شجره؟ لازم تموت وتدفن وتتزقي وتنفلق. ما سمعتهاش من زمان ان لازم يكون راعي ليا يقودني انا ويجي في حياتي وادخل عهد جديد. من ملش صادق في العهد القديم يجي المسيح في العهد الجديد يقودني يخرجني للبريه. اخرجه الروح للبريه. لازم هو يخرجني بنفسه. ولازم ابقى عضو في الله الغير محدود لان الله خلقني عشان ابقى عضو فيه وهو خارج الزمن غير محدود. فلازم ادخل كل محطة المسيح عاشها من بداية هروبه لمصر لغاية لما دخل القبر اللي ما حدش جاوبني على السؤال. في القبر الله القبر اللحمي بيلم كل الأحجار علشان تطلع حجر يطلع مسيح تاني. دول الرجلين بعد الشر يعني اللي في إنجيل لوقا وقف بهم رجلان. الرجل زي إيليا جاهد ويوحنا عدن جاهد واللي مكتوب عنهم كله جاهد بقيادة المسيح. فالمريمات أو أي حد في الروح شاف رجلين. أي إنسان بيشوف واحد قديس الوادي بيشوف جهاده الرهيب أم بقراص أم بنفر الساعة كل دول جهده بالمسيح اللي فيهم. فأنت هتشوف رجلين. ده في, في, في قيامة لوقا عشان أبتدي بقى أطلع ويحصل صعود في إنجيل يوحنا. ده القبر الحجري. بطلع من الطبيعة الحجرية بتاعتي. كان مظهر ليا مظهر قديم حجري. الله بيغيرني بعد ما كنت زي بذرة جوه قبر وجوه فلك مع الحيوانات. الله بيطلعني أبقى خليقة جديدة. بطلع للنور. بطلع من القبر. دي بداية الابن الحقيقي. القبر هو إعلان الإنسان بفهم أنه فهم وقبل وترك نفسه وترك نفسه. اتكلمنا كتير قوي في العازر أنه ساب نفسه في الآخر. بيضغط ربنا زي ما بيضغط على الرمال تتحول لأحجار كريمة. ده القبر في الآخر. فإحنا إحنا تحجبنا. إحنا اتقوقعنا في إن ربنا جاب لنا هارون عشان نعمل اللي إحنا عايزينه. نقلع عريانين قدام بعض. إحنا تحججنا إنه جاب لنا يهوذا
علشان هارون ويهوذا يعملوا لنا العجل اللي احنا عايزينه، وتحججنا ان الله هو اللي اختار هارون من العهد القديم ليهوذا في العهد الجديد، وقبلنا وارتحنا واخترنا المال واخترنا الذهب اللي اتعمل بيه العجل واخترنا الحياة بتاعت عيسو القديمة. ده مش عذر، ده مش عذر. الصورة الجديدة اللي ربنا عايزنا نبقى فيها هي تلك الصورة عينها، صورة المسيح اللي جه وراها لنا، وفي شروط ورانا قانون ازاي نعيش شروط العضوية وبداية العضوية، الشروط العضوية ورانا قانون عاشه بنفسه. عشان كده مفيش حد هيقدر يفتح فمه، ما حدش يقدر يفتح يقول كلمة، سيستد كل فم، لأن في إيه بعد ما الخالق جه ورانا بنفسه صورة نموذجية كحياة فيها نمو خطوة خطوة مرحلة مرحلة، وفي الآخر إحنا ما عشناش بحجة إن هارون اللي اختارهن قلعنا عريانين عشان إحنا حابين كده، أو في العهد الجديد عشان بيحب المال، من الذهب للمال اخترناها حجج لنفسنا، تريها هي امتحانات غربلة عشان ربنا يشوف حتى اللي اختارهم هم هيختاروا ايه. كل واحد طبعا لمطلق الحرية يختار يسأل ولا ما يسألش، لان خلاص الوقت مقصر وهيئة هذا العالم هتزول وهتزول هتزول، فيختار اللي يختاره ويعيش اللي يعيشه، وكل واحد لمطلق الحرية يعمل اللي هو عايزه. صلوا لي. كل واحد طبعا لمطلق الحرية يختار يسأل ولا ما يسألش، لأن خلاص الوقت مقصر وهيئة هذا العالم هتزول وهتزول هتزول، فيختار اللي يختاره ويعيش اللي يعيشه، وكل واحد لمطلق الحرية يعمل اللي هو عايزه. فالله ما خلقناش عشان أنجح في حلم، لا، هو خلقنا عشان هو يكون الراس وأنا أنكر ذاتي عشان أبقى في كينونة الله. فالفلك هو الرجوع الإنسان لجنة الله مرة تانية، الفلك هو بيعزلني عن العالم أنا وبهائمي، ما أنا جوايا بهايم، بقرة وجاموسة وحمر وما شاء الله بهايم وبرأس وفران وكله كله كله، فبيجمعني ويلمني وحطني وبيعبر بي من زمن لزمن، من تحت جلد لفوق جلد، عالم تاني، حياة، اللي هي الحياة هي المسيح، أنا بدخل حياة تانية، أنتم لستم من هذا العالم، يبقى إذن بخرج من عالم لعالم تاني، زي واحد بيموت، أولاد ربنا ناجحين، لما واحد بيموت من حياة، ده تعليم المسيح ليا، تعليمي ليس لي، فلما قال لي لما أنت بتموت بيحصل إيه؟ قلت له أنا بسيب كله، قال لي حتى جسدك، قلت له أيوه، قال لي هما ده اللي فهموه. طول ما أنا لسه في الإنسان العتيق أنا بقود نفسي، أنا لسه في بحر العالم، أنا يعني فأدق أول رمز للجسد والروح والعبور هو الفلك وعيسو يعقوب. الفلك أنا بعبر بالبهائم اللي جوايا، وعيسو يعقوب لازم أهرب من نفسي. التغير الكامل هو التغرب الكامل، عشان نتغير، عشان نتغير لازم نتغرب، نتغرب عن هذا الجسد. يعني نتغرب عن هذا؟ نتغرب عن قيادتنا لنفسنا، قيادة ذاتنا، نتغرب عن نفسنا وذاتنا. لازم أكون حاسس أن كنت عيسو في يوم الأيام، لازم أعرف أفرق، لازم أكون أعي أن أنا كنت عيسو في يوم الأيام والنهاردة بقيت يعقوب، لازم أعرف أن أنا هربان كيان من كيان تاني، لازم أبقى حاسس الإحساس ده. ورنا إزاي بالجسد ده نبقى واحد في الله، ايه الصعب في كده؟ هنتنازل عن ذاتنا، عن إلهيتنا، ما هو لازم. طيب احنا في عبودية للذات وتربطنا، البداية لازم افهم ان انا عبده، لازم اقبل اتحل من الاله ده اللي هو ذاتي. احنا في حالة ان عشتم حسب الجسد لو وقفنا فيها هنموت،
فإيه اللي يأكد إن إحنا فهمنا، وإيه اللي يأكد إن إحنا مشينا، وإيه اللي يأكد إن إحنا وصلنا، وإيه اللي يؤكد إن إحنا بقينا في الروح؟ كم واحد فهم اللي عمله ربنا مع كل شخصية في العهد القديم؟ مع نوح كان عايز يلمه هو مع كل الحيوانات ويقول له عايز أنقلك نقلة أنت هلا بلا بكل الحيوانات، أنقلك من تحت الجلد لفوق الجلد، أنقلك من الطبيعة دي لطبيعة تانية، أنقلك من العالم اللي أنت فيه عايز أموتك على العالم كله عشان تدخل عالم تاني. مين اللي فهم البداية؟ فالصورة المسيح هي الصورة البشرية الضعيفة اللي جه ورهنا وجه علمهنا ازاي نبقى فيها وازاي نوصل ليها. غير كده يبقى اي تعليم مش غلط بس ناقص. لكن يسحق رأس الحية، ده هو بيتكلم عن كل انسان اتولد بالروح. كونوا كاملين فيه. الصباع عمره ما هيبقى كامل، القلب عضلة القلب عمرها ما هتبقى كاملة، هيجي لها منين دم ولا كهرباء ولا العين عمرها ما هتبقى، الكبد عمره ما هيبقى كامل. كونوا كاملين لما أبقى عضو في الله، هنبقى كاملين لما هنبقى أعضاء في الله. صعبة؟ هنصير كاملين لما نبقى أعضاء في الله اللي يحركنا، الله الغير محدود، الله الغير اللي هو خارج الزمن، الله الكامل. هنبقى كاملين لما نبقى في الله الكامل. فطالما الإنسان ليه وجود في حد ذاته، يعني ليه عقله وشغال بعقله وفرحان بعقله وعايز العقل وعايز يكون ليه عقل، لازم هغلط. العضو لا يخطئ أبدا. ليه؟ لأنه هو ملوش راس ذات خاصة بيه. العضو لا يخطئ أبدا، القلب لا يخطئ أبدا، الصباع لا يخطئ أبدا. ليه؟ ملوش عقل خاص بيه. لم تقاومه بعد حتى الدم، ده اللي عايز يفهم طبعا ويطلب كل واحد من الله. فلازم يشعر كل إنسان بشعور يعقوب تجاه عيسو، ده التعليم اللي ربنا علمهولي. لازم تحس إنك هربان من نفسك، ده لو احنا عايزين نعيش بالروح لازم أشعر إن أنا هربان، لازم أهرب وأعيش هربان كأني أنا يعقوب بهرب من عيسو. ده لو عايز أي إنسان يعيش بالروح ويفهم يعني إيه يسلك بالروح، بروح الله، يعني يقبل ما يكونش ليه وجود خاص بيه. امتى هندخل عهد جديد؟ امتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وامتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان نقوم؟ امتى هنقوم؟ وامتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا وأخنوخ؟ امتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟